هذا ويمضي المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين قدما منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد محققا إنجازات لم تتوقف. يشهد العالم أجمع بالنقلة النوعية التي أحدثها جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى في المملكة منذ توليه مقاليد الحكم، ولعل المشروع الإصلاحي لجلالته كان حاضنة لهذه المنجزات الوطنية التي تجسدت في تحديث المنظومة التشريعية واستكمال أسس ومقومات دولة القانون والمؤسسات وفقا للدستور والميثاق الوطني. استطاع جلالة الملك المفدى برؤيته الثاقبة وبناء نهجه الإصلاحي أن يضع مملكة البحرين على مصاف الدول الأكثر تطورا في مجال الديمقراطية والتحديث السياسي، وذلك بفضل الوعي الوطني الذاتي النابع من إيمان القيادة المطلق بأولوية المصالح العليا للوطن بالتوافق مع الخصوصية الحضارية البحرينية، وهو ما تجسد في الإجماع الوطني قبل 17 عاما على إقرار الميثاق الوطني في استفتاء تاريخي في 14 من فبراير عام 2001. إنجازات لا تحصيها الكلمات، ومن بين تلك الإنجازات الرائدة لجلالة الملك المفدى على الصعيد السياسي ولتطوير مسيرة الديمقراطية في البحرين، شكل المجلس الوطني المنقسم إلى قسمين: الأول مجلس النواب الذي يتم اختيار أعضائه بالانتخاب العام المباشر، والثاني مجلس الشورى الذي يعين أعضاؤه بأمر ملكي. رؤية ثاقبة وحكمة رشيدة لجلالة الملك المفدى عززت من مركز وسمعة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، وجعلتها موضع إشادة من جميع الدول والمنظمات.